مما يسمح للدولة المصرية ببدء المرحلة التالية الخاصة ببناء الوحدات المختلفة. وأيضا أوجه جزيل الشكر لجميع المشاركين، وأنا أفتخر بمشاطرة هذه الفرحة والحدث التاريخي الذي سوف يترسخ في ذكرى شعبنا، وسوف يشهد إرادة هذا الشعب الذي يهدف ويتطلع ويسعى إلى كتابة التاريخ عبر قرون. واليوم يكتب تاريخا جديدا عبر تحقيق الأحلام لجميع المصريين، لكي تكون محطة طبع نووية لأغراض سلمية، سعيا إلى تطوير وتشكيل مستقبل منظور في مصر. هذا الحدث تاريخي وعظيم يعتبر صفحة جديدة في العلاقات الثنائية الروسية المصرية، وأيضا كل هذا يعتبر إنجازا آخر يضاف إلى الإنجازات المختلفة للعلاقات أو للتعاون الروسي المصري. وكل هذا يدل على جسامة المجهودات للمضي قدما في تحقيق المشروع الحكومي لإنشاء محطة الدبعة النووية. وكل هذا يتحقق بوتيرة متصارعة وحتى تستبق الزمان والخطة، ويتجاوز جميع العقبات والحواجز. كل هذا يدل على أهمية خاصة مصرية لهذه الأمكنة التقوية وحتى الاقتصادية، ويأتي ذلك في مصلحة النمو الاقتصادي الاجتماعي والتنمية الاجتماعية. السيدات والسادة، الحدث حاليا أو مما يجري حاليا في إمدادات الطاقة، كل هذا يؤكد على اتخاذ تدابير خاصة بإنعاش البرنامج النووي السلمي، لأنها يضمن إمدادات الطاقة لتقليل الاعتماد على الأسعار وحتى مختلف التقلبات. ويضاف إلى ذلك طبعا هناك توازن تقوي تعتمد عليه مصر. كل هذا أهمية خاصة لتلبية جميع الاحتياجات مصر في مجال الطاقة، لتحقيق الخطة الخاصة بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والحصول على مصادر متجددة أخرى لمكافحة التقلبات المناخية. وختاما بود أن أتقدم جزيل الشكر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين على مشاركته في هذا المراسم، وأيضا أوجه الشكر لجميع الموظفين لشركة روس آتم وشركة المصرية التي تشرف على هذا البرنامج الحكومي القومي. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مختلف المراحل لهذا المشروع. وقبل اختتام بود أن أتقدم إلى أخي فخامة الرئيس بوتين جزيل الشكر لدعمكم لهذا البرنامج وبغية تحقيق هذه الأهداف من ديسمبر عام 2017 وحتى يومنا هذا. أنا أفكر بفضلكم وبدعمكم المباشر نحن نحقق جميع الأهداف. شكرا لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.